نبعد بقى عن الموضوع ده شوية. زميلي وصديقي مهيب عبد الهادي مش هنشوفه النهاردة لأنه آخر الأسماء اللي انضمت مع الأسف الشديد لضحايا الكوفيد، ضحايا الكورونا. اطمنت عليه على مستوى شخصي، بس نطمن عليه على مستوى عام ومهني كمان لأنه موجود معايا على التليفون. بس أنا في الحقيقة يعني عشان أبقى صادق، هي فيها إنه، لأن أنا قلت أسأله هو بقى بما إنه هو مش هيبقى موجود بعدها على طول، فأنا قلت أسأله هو، أعمل إن أنا بطمن عليه يعني على الهوا. طمنت عليه خلاص، بس أعمل إن أنا بطمن عليه على الهوا وبعدين أسأله على الخبر ده، في ماتش ولا مفيش ماتش الأهلي والزمالك المؤجل، هيتلعب ولا مش هيتلعب؟ إزيك يا عم مهيب؟ حبيبي يا استاذ شريف، اولا بحييك. هعمل الجزء اللي بقول لك عليه ده، اطمن عليك الاول وكده. لا انت حبيبي، انت طمنت وعملت الواجب. يا سيدي كتر خيرك. وبشكر كل الناس اللي سالت عليا، والحمد لله ربنا يعدي على خير، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه طبعا قرب رمضان المكرم ان شاء الله. يعني وتكون قمت بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. قول لي بقى، يعني تحكيم لما تحب تأجل مباراة ما بين الأهلي والزمالك، قول أنا هجيب حكام مصريين من الآخر. فيمكن الورقة اترمت بدري شوية. يعني كان الإعلان عن التأجيل من خلال أنك بتقول الحكم مصري. أول ما تقول تحكيم، يعني يا جماعة احنا يعني المواضيع دي عدت علينا كتير قوي. معلش أنا مش متابعة. أول ما تحس إن أنت عايز تأجل الماتش، قول خلاص الماتش هيتلعب بحكام مصريين. لكن طبعا الزمالك، هو ماتش الزمالك على فكره، الزمالك مش موافق ابدا على طبعا وجود طاقم تحكيم مصري بسبب طبعا قرب النقاط ما بينهم وبين النادي. المباراه يعني مش مباراه تحصيل حاصل، مباراه مصريه يعني، مباراه مهمه، مباراه مهمه يعني. لكن في نفس الوقت على جانب النادي الاهلي وعلى جانب نادي الزمالك، ما تحسش ان مين المستفيد اكتر من تأجيل الماتش من الناديين؟ مش عايزين الماتش يعني، عادي مفيش مشكله. يعني كل متفق. الماتش هيعمل دوشه ليه؟ احنا في شهر كريم، شهر رمضان، ناس تتفرج على مسلسلات كده، وتتفرج على رامز وعليك وعلى كل الاخوه حلوين. طب فنجيب لنفسنا وجع الدماغ دي؟ انت يعني بتتكلم على التأجيل على انه خلاص خبر؟ ها، لا هو بص، هو كل شيء وارد، كل شيء وارد، لان الفتره اللي جايه فيها احداث. الفتره اللي جايه فيها مباراه الاهلي مع سيمبا التنزاني، فيها مباراه الزمالك مع تونجيت. الزمالك هل هيخرج من افريقيا؟ هل هيكمل في افريقيا؟ يعني الفتره اللي جايه فيها احداث. لكن الاميل بالنسبه لمهيب عبد الهادي ايه؟ لا هو الاميل طبعا في تاجيل، ممكن يكون في تاجيل بشكل كبير جدا، يعني ممكن يكون في تاجيل. بص، هما زي ما قلت لك اتحاد الكره رمى بورقه ان الحكم مصري، يعني حكم مصري، يبقى خلاص بقى، يبقى كده هما ياجلوا لغايه لما انت تخف. ايه رايك؟ ايوه. حبيبي حبيبي، ربنا سلامتك. الف سلام. سلامتك الف سلام وبالتوفيق. واشكرك، ربنا يخليك. سلامتك الف سلام. وشكرا للساده المشاهدين، وبعتذر طبعا على عدم الظهور الاسبوع دوت. طبعا ما احنا بنحاول نعوض ونستغلك. ولا يفتى مهيب في المدينه وفي الاستوديو. بشكرك، نورتني. وسلامتك الف سلامه مره ثانيه. شكرا.